الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا، صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم على الدرس الثاني مع شباب بداية الحركة. بقول لك حضرتك والله أن الحركة في الكائنات الحية شباب عبارة عن ظاهرة تميز جميع الكائنات. يعني يا دكتور أي كائن حي مفروض بيتحرك، حتى الأوليات الأميبا والبكتيريا بيتحركوا، خلاص كده تمام. فيا دكتور دي ظاهرة تميز الكائن الحي، خلاص يعني دكتور كائن حي بيتحرك، حتى الخلايا بتاعته اللي جواها اللي جوا الكائن الحي ده اهو جواها حركة دورانية سيتوبلازمية، تمام كده. فيا شباب اللي بيحصل ان يا جماعة الحركة ده هي ظاهرة بتميز جميع الكائنات الحية، تمكنهم من القدرة على الحركة وملائمة الظروف البيئية. طيب قال لك يا دكتور والله بيتقسم الحركة يا ولاد على حسب الحركة ده هي بتحصل امتى وازاي الى ثلاث انواع: حركة يا ولاد دائبة، حركة ايه دائبة، حركة يا جماعة موضعية، حركة يا ولاد كلية. ركز معايا جماعة، حركة دائبة يا ولاد يعني حركة كونتينوس ما بتقفش، حركة يا ولاد دائبة يعني حركة يا دكتور لا تتوقف. الكلام سهل جدا يا جماعة على فكرة. زي ايه؟ قال لك يا دكتور والله حركة دائبة يا جماعة زي الحركة يا ولاد الدورانية السيتوبلازمية. يا جماعة حضرتك عارف كويس ان يا دكتور لو دي مثلا خلية في جسمي يا شباب فيها النواة، صح كده؟ ويا دكتور هذه النواة حواليها اولاد سيتوبلازم، سيتوبلازم، فلتفترض ان يا دكتور دي خليه نباتيه عندها اولاد كمان حاجه اسمها البلاستيدا الخضراء، بتصنع يا جماعه الجلوكوز في البناء الضوئي، البلاستيدا الخضراء. ها ماشي. فيا شباب بصوا يا جماعه على نبات اسمه نبات الايلوديا. اسمه ايه؟ الايلوديا. هذا الايلوديا يا شباب يا احباب، هذا الايلوديا قال لك يا دكتور لقينا البلاستيدات بتتحرك يا اولاد. الله، ايه اللي بيتحركها؟ ايه اللي بيحركها؟ الاول يا ولد اشمعنى الايلوديا؟ قال لك يا دكتور هذا الايلوديا مخصوص لان يا جماعه بلاستيداته كبيره الحجم. اكتبها عندك دي، كبيره الحجم، تمام؟ فبتشوفها بسهوله. ركز بقى في دكاتره الايلوديا لقوا في يا جماعه البلاستيدات بتتحرك مع السيتوبلازم. الله، ايه اللي بيحركها؟ اكتشفوا يا جماعه ان السيتوبلازم اصلا بيتحرك يا ولاد جوه الخليه. ليه؟ بقول لك حضرتك لماذا يتحرك السيتوبلازم جوه الخليه؟ مهم جدا 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 يا جماعه، لكي يعمل على توصيل المغذيات الى جميع اجزاء الخليه، توصيل المغذيات الى جميع اجزاء الخليه. يعني يا جماعه سبحان الله الخلايا بتاعتنا يا ولد عالم عالم عالم، فاكرين لما شرحنا حصه البروتين ودخلتك جوه الخليه؟ عالم يا شباب. فيا جماعه هذا السيتوبلازم بيتحرك جوه الخليه، تمام؟ طب لو الحركه وقفت الخلايا تموت. ليه؟ لان يا دكتور مثلا صنعت بروتين وعايز تنقل البروتين ده لمكان تاني، تعمل ايه؟ قال لك يا دكتور بيساعدها كذا حاجه، عندك انفاق وكباري ومواسير جوه الخليه بتنقل بيها، وعند حضرتك برضو لو عايز توزع مثلا جلوكوز ولا حاجه على كل اجزاء الخليه، او تودي مثلا حمض اميني في حته معينه او مثلا جلوكوز في حته معينه، ممكن يا جماعه يمشي مع السيتوبلازم. خلاص طيب زي الفل. ايه كمان؟ يبقى يا جماعه كده فايدتها انها اولاد بتعمل على توصيل المغذيات، ويا دكتور هي حركه دائبه لا تتوقف. متى تتوقف السيتوبلازم او الحركه الدورانيه السيتوبلازميه؟ عند موت الكائن الحي. حلو قوي. طيب يبقى يا جماعه دي اسمها حركه دورانيه سيتوبلازميه، بنلاحظها يا جماعه في نبات الايلوديا، بنلاقي يا جماعه بلاستيدات وتتحرك مع السيتوبلازم. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور تاني نوع الا وهو يا شباب الحركه الموضعيه. ده يا جماعه عباره عن حركه عضو او جزء من اجزاء الكائن الحي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شباب جوانا يا ولاد حركة اسمها الحركة الدودية أو البريستاليسيز موفمنت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا دكتور إحنا بناكل، خلاص؟ فيا دكتور الأكل بينزل من بقي على المريء على المعدة ثم الأمعاء. حلو، حلو أوي. قال لك يا دكتور مصارين بطنك بتتحرك. إيه؟ يعني يا دكتور ألاقيه مثلا قاعد في الدرس يا ولاد والدنيا هادية والمستر بيشرح وصوته هادي والدنيا زي الفل، وتلاقي بطنك عملت كده. يا بنت اللذين هتفضحين، اسكتي اسكتي، مش فيش فايدة، عمالة تتعارك مع بعضها وتطلع أصوات. دي يا جماعة اسمها الحركة الدودية. إيه اللي بيحصل؟ قال لك يا دكتور مصارين بطنك فعلا بتتعارك يا ولاد، يا دكتور ده بتتلوي يا ولاد عشان تعصر الأكل جواها، واخد بالك؟ حلو قوي الكلام ده. فيا دكتور دي اسمها الحركة الدودية. ليه يا جماعة الدودية؟ قال لك يا دكتور لأنها زي حركتها زي الدودة يا ولاد، حركة يا جماعة دودية كده، بريستاليسيز موفمنت. ليه؟ لهضم الطعام. كويس؟ كويس قوي. فيا دكتور دي اسمها الحركة الموضعية، زي حركة جزء من أجزاء الكائن الحي. يعني يا دكتور مثلا أنا محمد ثابت أهو، محمد أيمن بس أنا ثابت، ها؟ ماشي؟ حركت يا دكتور دراعي كده، دي حركة إيه؟ ده يا دكتور جزء من جسمي، يبقى يا دكتور دي حركة موضعية، تمام؟ بصيت لك كده، حركة إيه؟ موضعية. يبقى يا دكتور حركة جزء معين من أجزاء الكائن الحي. كويس خالص. ماشي. بعد كده يا أولاد أنا مثلا عاوز أعمل حاجة في الكاميرا، هعمل إيه؟ كلي محمد أيمن كله هيتحرك ناحية الكاميرا. صح؟ دكتور دي حركة اسمها حركة كلية. يبقى يا دكتور يتحرك الكائن الحي حركة كلية كله يا أولاد. بهدف إيه بقى؟ أول حاجة يا شباب الكائن الحي ده يا جماعة بيخرج يشتغل، بيروح كله ولا بيبعت مثلا دراعاته ورجله؟ بيروح كله الشغل، صح؟ فيا جماعة الحركة الكلية هي حركة يا ولاد الكائن الحي بأكمله.
بغرض ايه؟ سهله جدا على فكره. بقول لك يا دكتور والله بغرض بحث عن الغذاء، رايح الشغل بحث عن الغذاء، او دكتور الاسد مثلا طالع يصطاد فريسه خلاص عايز ياكل. تاني حاجه يا اولاد حضرتك بقى يا صايع، سعيا وراء الجنس الاخر تخرج تعاكس. بص انت خرج ترازي في خلق الله ماشي، فدكتور دي حركه كليه، هتروح ترازي بوشك بس ولا كلك؟ كلك صح كده. طيب بعد كده يا اولاد تلافيا من الخطر، ايه اللي بيحصل؟ حضراتكم مثلا بترجعوا بالليل متاخر، كلب طلع لك ودلك في سنانك وفكيت، ليه بقى فكيت؟ عشان اتلافى خطر الكلب، خايف منه صح ولا لا؟ فدكتور دي اسمها حركه كليه. فيا جماعه الحركه الكليه هي حركه الكائن الحيوانات كله. يا دكتور لما الاسد يجي يجري ورا الغزاله مين اللي بيجري؟ الاسد كله والغزاله كلها. فيا دكتور دي حركه كليه كل الجسم يا اولاد، كل الكائن الحي. بهدفي بقى البحث عن الغذاء، اكل عشان اجيب اكل عيشي، ساعي وراء الجنس الاخر. بتلاقي مثلا على طول في الشارع كده يا اولاد قط بيجري ورا قطه ومبهدلها عايز يتجوز صح؟ دي يا جماعه تاني حاجه. تالت حاجه يا شباب، تالت حاجه يا اولاد تلافيا للخطر ما في البيئه. حلو قوي الكلام ده. طيب بعد كده يا اولاد بقول لك حضرتك ما هي شروط الحركه؟ شروط الحركه قال لك يا دكتور والله شروط الحركه ان يا اولاد وجود هيكل صلب. ما معنى هذا الكلام يا دكتور؟ عشان الانسان يتحرك محتاج ايه؟ محتاج يا جماعه هيكل عظمي صلب يشيله صح ولا لا؟ يبقى يا دكتور اول حاجه هيكل صلب ماشي، هيكل صلب. ثاني حاجه يا شباب ينفع يا جماعه الهيكل الصلب ده يكون كله على بعضه هيكل واحد؟ قال لك لا، لازم يا دكتور يكون متمفصل عشان يا جماعه اعرف اتحرك واروح واجي وارفع رجلي واتنيها، ويا دكتور عندي مفاصل زراليه بتسهل الحركه. فيا دكتور شروط الحركه وجود هيكل صلب يتكون من مفاصل او اجزاء متمفصله مع بعضها. خلاص يبقى يا دكتور هيكل صلب عباره عن يا اولاد قطع او مفاصل تمام. ولازم يا دكتور زود بقى دي عندك، ولازم يا جماعه معاه عضلات. يبقى يا جماعه هيكل صلب، هيكل وعباره عن مفاصل او قطع يا اولاد، وكمان يا شباب عباره عن او معاه عضلات. ليه؟ عشان تنقبضوا تتحركوا صح ولا لا؟ كويس جدا جدا ماشي. بقول لحضرتك والله الهيكل الصلب ده اهو نوعين يا اولاد في الكائنات الحيه، اما يا جماعه هيكل خارجي او هيكل داخلي. ما معنى هذا الكلام يا ابو الدكاتره؟ هقول لك يا سيدي. بقول لحضرتك هيكل خارجي او داخلي يعني ايه؟ يعني يا جماعه الهيكل ده بره جسم الكائن الحي، والكائن الحي جواه. عارف القواقع؟ بتلاقي دكتور السوفت تيشو او الحاجه الطريه جوه يا اولاد، والهيكل بره ماشي. طيب مش حضرتك عارف ان الجمبري اما تيجي تاكله بتقشر القشره وتاكله اللي جواها؟ اه. فيا دكتور الهيكل بتاع الجمبري بره والحته الطريه اللي بتاكلها جوه صح كده؟ طيب عارف الجندفلي؟ والله يا دكتور الجندفلي ده بقشر القشره الصلبه واكله اللي جواها، دي كله يا جماعه هيكل خارجي صلب. ليه؟ يحمل كان الحال جواه. جالك في كتاب الامتحان مراجعه عن هيقول لك ايه؟ صوره للجمبري او صوره للقوقعه مثلا، يقول لك ايه؟ ما فائده الهيكل في هذا الكائن الحي؟ اكيد يا دكتور اكيد اكيد حمايه اللي جوه. يقول لك ايه؟ انتاج الاجسام المضاده. لو اخترتها تبقى عبيط، اجسام مضاده ايه يا اسطى؟ بقول لك هيكل خارجي بيعمل ايه؟ بيحمي صح ولا لا؟ حلو قوي. فيا دكتور هذا الهيكل الخارجي يا اولاد في المفصلات يا جماعه زي الجمبري، في القوقع يا دكتور عليه صدفه من بره. هيكل داخلي فيه الفقاريات. ركز بقى جماعه، الفقاريات هي كل كائن حي عنده عمود فقاري او عمود فقري صح؟ قال لك يا دكتور والله في يا جماعه هيكل داخلي بس غضروفي، يعني يا دكاتره مع كائنات يا اولاد فقاريات بس ما عندهاش اولاد عظام خالص. زي مين؟ زي القرش والراي. يعني يا دكتور سمك القرش ده اهو ما فيش يا دكتور في القرش كله عظمه، امال في ايه؟ غضاريف. سبحان الله، كل القرش كل القرش، تخيل بقى. واللي بياكل يا جماعه كائنات ضخمه بس كله غضاريف ماشي. طيب ثاني حاجه يا اولاد سمك اسمه سمك الراي. طيب بعد كده يا شباب برضو الهيكل الداخلي قلنا جماعه في الفقاريات عندي عليها مثالين، اما في او الهيكل ده يا جماعه الداخلي اما غضروفي واما عظمي. عظمي زي مين يا جماعه؟ الهيكل بتاعنا كانسان او الحيوان يا اولاد هيكل داخلي جوه جسمنا عظمي ولا غضروفي؟ عظام، عندك عظام لذيذه اهو صح ولا لا؟ يبقى دكتور الهيكل الداخلي نوعين في الفقاريات يا اولاد، اما غضروفي زي القرش والراي خلاص كده، واما جماعه عظمي زي البولت والبوري. تمام، حلو قوي الكلام ده زي الفل. يبقى يا جماعه سمك البولت يا اولاد والبوري ده اللي احنا بناكله بتلاقي كده السفه بتاعه جوه عظم خلاص زي الفل. ده يا جماعه بالنسبه ليه مقدمه الحركه. طيب قال لك يا دكتور يلا بسم الله الرحمن الرحيم ناخد يا اولاد مع بعض كده بسهوله برضو ان شاء الله الحركه في النبات. يا جماعه الحركه في النبات ده اهي اللي كان مذاكر احياء ثانيه ثانوي يعني بصوا يفرمها بكل سهوله، لو قراها الواحد عادي جدا. يا دكتور ثانيه ثانوي احنا فاكرين اللي خدناه في اول السنه براجع معاك اصلا تقول لي ماشي يا عم صباح الفل. بصوا يا دكاتره حركه النبات يا شباب انا بحب اقسمها تقسيمه حلوه. في يا جماعه حركات في النبات بتعتمد على حركه الماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا شباب بصوا يا اولاد فاكرين يا جماعه الدعامه الفسيولوجيه؟ اه يا دكتور بتاع الحصه اللي فاتت. اه ولا يخرب بيتك ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ بطمن بس ان شاء الله تكون ذاكرت يعني ان شاء الله.
حرام عليك والله العظيم، حرام عليك، فلوس ومجهود ووقت وعياط وغم، كل ما تذاكرش في الاخر تبقى بص يعني، بص مفيش مش عايز اقول حاجه يعني، خلاص انت حبيبي برضو بس ذاكر ماشي. ايه يا جماعه، عندي دكتور مثلا خليه اهي تمام، مكتسبه للدعامه يعني ولاد منفوخه ماشي، خليه جنبها يا جماعه فاضيه فاقده للدعامه. اللي بيحصل قال لك يا دكتور والله اللي هيحصل ان يا شباب هذه الخليه المنفوخه تبعت يا دكتور المية اللي جواها او تسرب الماء يا جماعه بداخلها الى الخليه الفاضيه تمام. فيا جماعه هذه الخليه تبقى فاضيه اهي بقت صغيره، واللي بعدها يا جماعه بقى اسمها خليه مكتسبه بقت منفوخه. الحركه دي شو اسمها؟ حركه انتقال الماء بين الخلايا، حركه الماء يا اولاد. يا جماعه احنا خدنا في ثانيه ثانوي تقريبا او اولى مش فاكر ان يا دكتور نبات المستحيه لو حضرتك لمسته بيتكسف، الاوراق يا جماعه بتتدلى وكأن اصابها الكسوف والذبول. خلي بالك بقى هي مش بتزبل بس ايه، بتتقارب من بعضها كده. خد بالك ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا دكتور والله الاوراق محموله ولاد على اعناق، دي يا جماعه ورقه محموله يا دكتور والله على اعناق تمام. بعد كده في حاجه اسمها محاور بعد كده الساق ماشي. قال لك يا دكتور العنق يا ولاد اللي شايل الورقه، ماذا لو حضرتك فضيت هذا العنق من الماء؟ ما بقاش في ميه يا ولاد. فيا دكتور هذا العنق ده اهو يكش ينكمش، تقوم يا جماعه الورقه نايمه ساقطه كده ليه؟ ما انت حضرتك اللي كان شايلها، اللي كان منتصب بالميه، انت فضيت الميه اللي فيها. فيا جماعه ده اللي بيحصل، ده يا ولاد حركه الماء بين الخلايا. بقول لحضرتك الحركات اللي في النبات اللي بتعتمد على حركه الماء بين الخلايا حركتين، حركه اللمس يا ولاد في النبات يا جماعه المستحيه، خلاص المستحيه، حركه يا جماعه النوم واليقظه في النبات برضو المستحيل تمام. طيب ده يا دكتور حركتين. بعد كده يا ولاد في حركات بتعتمد على حركه الاوكسينات، او يا جماعه على الاوكسينات بين الخلايا، ركز معايا، حركات بتعتمد على الاوكسينات. يعني يا دكتور عشان تحصل هذه الحركه لازم اوكسينات. جماعه مين اشهر حركه في النبات؟ قال لك يا دكتور اشهر حركه واللي بتحصل في كل النباتات، اي نبات بيعمل انتحاء. مهمه جدا يا جماعه. سؤال مثلا يقول لك ايه حضرتك؟ والله قول لي الحركه اللي بتحصل في كل النباتات، خلاص حركه لازم تحصل، ايه هي؟ الانتحاء. يا دكتور اي نبات بينتحي؟ فيا دكتور بيعتمد على الاكسجين، خدناه يا جماعه زمان في ثانيه سنة. والله يا دكتور عندي بقى انتحاء ارضي وانتحاء هوائي وانتحاء مائي وهكذا، خلاص حلو قوي. مش هوائي بقى، انتحاء يا جماعه للضوء، ضوئي وارضي ومائي، خلاص كده زي الفل. فيا دكتور هذا الانتحاء يعتمد على الاكسينات يا شباب، حلو قوي. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور حركه الشد، سواء يا جماعه الشد في محاليق النباتات المتسلقه او الشد في جذور الكرومات والابصال. واحده واحده يا دكتور ورانا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا جماعه لسه مع بعض حبه حلوين يعني، ها لسه العضلات يا اولاد. طيب قال لك يا دكتور والله هذه الاوكسينات بتعمل يا جماعه انتحاء وشد، ماشي. واحده واحده يا اولاد. ايه يا دكتور اللمس ده؟ قال لك يا دكتور والله اللمس ده زي يا جماعه نبات المستحيه، لو لمسته تتقارب الورقات من بعضها وكأن اصابها الكسوف والذبول، في اسهل من كده؟ طيب ولما تسيبه ترجع تنبسط تاني. بتعتمد على ايه؟ حركه الماء بين الخلايا. جماعه الخليه اللي شايله الورقه تسرب الميه للحته اللي بعدها، يوم يا جماعه العنق اللي شايل الورقه ده يسقط والورقه تسقط، واخد بالك؟ طب ترجع تاني ازاي؟ رجع الميه مكانها، تقوم يا جماعه الورقه ترفع عليه لما دكتور العنق اللي شايلها ينتصب. حلو، ده يا دكتور اسمها حركه اللمس. ماشي. حركه النوم واليقظه، بقول لك يا دكتور والله نبات برده المستحيه شباب بينام ويصحى، سبحان الله. المستحيه شباب هذا النبات بحلول الظلام تتقارب الورقات من بعضها وكأنها نامت وكأن أصابها النوم، تمام؟ بحلول الضوء تنبسط الورقات، صباح الخير صباح الخير، وكأن أصابها الاستيقاظ الاستيقاظ، ها؟ فيا دكتور ده بالنسبة لي النوم واليقظة، ماشي. دكتور معلش عشان بس لو جالك ام سي كيو، ازاي بيحصل النوم واليقظة أو اللمس؟ ازاي؟ والله يا دكتور سهلة جدا، بحركة الماء بين الخلايا. حلو قوي الكلام ده، ماشي. بعد كده يا ولاد الامتحاء ده يا دكتور والله ما عنديش تفاصيله لان جماعه خدناها زمان السنه اللي فاتت. قال لك يا دكتور والله مثلا عندي امتحاء يا ولاد ضوئي، ويا دكتور مثلا كنا بنقول الساق يا ولاد بتاع النبات منتحى ضوئي موجب، يعني يا دكتور بيروح ناحيه الضوء. ليه؟ لان يا دكتور الاكسينات بتهرب من الضوء تروح الناحيه المظلمه، فيا جماعه الناحيه المظلمه تكبر فتميل النبات ناحيه الضوء. تفاصيل مش عليك بس ايه بفكرك كده يعني بحاجات بسيطه. ويا دكتور الجذر ده اهو منتحى ضوئي سالب، بيروح يا جماعه ناحيه تحت ناحيه الارض. ويا جماعه الجذر منتحى ارضي او مائي موجب، اما الساق منتحى مائي او ارضي سالب يطلع لفوق، خلاص؟ فيا دكتور ده اسمه انتحاء، يعني يا دكتور انحناء اجزاء من النبات في اتجاه معين،
خلاص ده يا دكتور بيعتمد على الاوكسينات. تاني حاجه يا اولاد الا وهي الشد، وعندي يا دكتور الشد بقى بالتفاصيل عند حضرتك. والله الشد يا اولاد نوعين. اول حاجه يا جماعه الشد فيه محاليق النباتات المتسلقه. ما معنى نبات متسلق؟ قال لك يا دكتور ده هو نبات عاجز يا اولاد، ما يعرفش ينمو لوحده، لازم يا جماعه يتطفل. مش يتطفل معنى الحرف بقى، بس ايه يعني ده مصطلح يا اولاد، مش هكتبها مش هكتبها، انا عارفكم يخرب بيكم. لازم يا دكتور ده هو يطلع بيعتمد على نبات اخر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك يا دكتور هذا النبات المتسلق الساقه يا جماعه بتاعته ضعيفه، ساقه هو ضعيفه، يعمل ايه؟ يطلع حاجه اسمها الحالق او المحلاق. ساق ضعيفه في الهواء بتدور في الهواء باحثه عن جسما صلبا، وعندما تجد الجسم الصلب اقفش، جسم صلب دعامه دعامه تلف حواليها. بعدين يا دكتور الاجزاء اللي في الهواء تتموج، بعدين يا جماعه تجذب الساق. فايدتها بقى يا شباب، فايده الحركه ده ايه؟ تستقيم الساق الخاصه بالنبات المتسلق راسيا. يبقى يا دكتور كده النبات ده هو استفاد، استفاد لان يا جماعه الدعامه بتاعته او المحلاق بتاعه لما طلع لفه في الهواء ولقى جسم صلب لف حواليه شد الساق، فاستقام الساق بعد ان كان مائلا. ده يا جماعه الفائده بتاعته، خل بالك بقى. وبعد ان يستقيم الساق يا اولاد يتغلظ هذا الحالق يا جماعه يلجنن، يبقى يا جماعه حالق ملجنن في لجنين يا اولاد. واحده واحده، بص يا اولاد، قال لك يا دكتور والله ده يا شباب مثلا حاجه في الارض، حته خشبه مثلا، عضره مثلا، شجره يا عم، شجره تمام. وده دكتور نبات البازلاء، عامل كده يا اولاد خلاص. يا جماعه هو نبات ضعيف يعني يا دكتور الساق بتاعه كده مايل. قال لك يا دكتور عشان هو مايل كده عايز استقيم يا جماعه. لا استنى نميله اكتر. قال لك يا دكتور هذا البازلاء يا اولاد عامل كده خلاص مميل اهو، عايز يا جماعه ايه يستقيم، يعمل ايه؟ قال لك يا دكتور والله يقوم بارسال حالق في الهواء. اسمه ايه؟ اسمه يا جماعه حالق او محلاق. محلاق، وانا مش اللي بيحلق، لا المحلاق ده يا جماعه الحالق ده اهو خلاص. ساق يا جماعه ضعيفه، خلي بالك، تدور في الهواء باحثه عن جسم صلبا حتى تجد الجسم الصلب تدور وتلتف حوله عدة مرات، ثم يتموج ما بقي من أجزاء الحالق في الهواء. يعني يا دكتور هيتموج ويقصر يا أولاد كذا لفة كده يا جماعة، عشان يا جماعة لما يقصر يقوم يشد الساق ده هو رأسيا. فيا دكتور تستقيم الساق رأسيا بهذا الشكل، وبعد أن تستقيم الساق رأسيا يا أولاد يتغلظ ما بقي من أجزاء الحلق في الهواء. يعني يا دكتور ده هو يبقى يا جماعة متغلظ ملجنا يا جماعة، عليه لجنين. يبقى يا جماعة ده بالنسبة لي الحركة في الحلق. قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت وأنا بشرح لحضرتك في الدعامة التركيبية إن يا دكاترة حلوين الدعامة التركيبية يا جماعة في النباتات أو في حلق أولاد بالذات يعني تظهر أولاد بعد فترة من عمر الحالق، لأن يا دكتور وهو لسه بيدور على الدعامة ما عندوش لسه أي لجنين، ما عندوش يا جماعة لسه أي مادة صلبة. أما دكتور بعد أن يلتصق ويلتف حول الدعامة يبقى يا جماعه صلب، يصبح صلبا عشان يا جماعه يخليه ماسك الدعامه بتاعته. خلاص حلو قوي الكلام ده. طيب زي ايه يا دكتور؟ قال لك يا دكتور والله زي العنب يا جماعه، بيطلع اولاد على البيوت العنب، زي الخيار، زي البازلاء. حلو قوي الكلام ده، زي الفل. يبقى يا جماعه يبحث الحلق عن جسم صلب، وعندما يجد الجسم الصلب يلتف حول الجسم الصلب، وعندما يلتف يتموج ما بقي من اجزاء الحلق في الهواء، وبعد ما يتموج يتغلظ الحالق. يا شباب الدعامه يا اولاد التركيبيه في الحالق مهمه جدا جدا جدا، تظهر بعد فتره شباب بهذا الشكل. خلاص زي الفل، ايه الجمال ده يا عم محمد؟ ماشي. تاني حاجه يا شباب الشد فيه جذور الكرمات والابصال، هطلنا بس على الكاميرا انها تمام والدنيا تمام زي الفل. يا اولاد عاملين ايه؟ صباح الخير صباح الخير. ماشي زي الفل. ماشي، قال لك يا دكتور تاني حاجه الا وهي الشد يا اولاد فيه جذور الكرمات والابصال. ايه اللي بيحصل يا ابو الدكاتره؟ ركز معايا وصلي على حبيبك النبي. بقول لحضرتك عندك نباتات اسمها يا جماعه الكرمات او الابصال، زي البصل يا اولاد او الكرمه اللي هو القلقاس. ركز بقى، يبقى يا جماعه الكرمات والابصال زي ايه؟ قال لك يا دكتور زي البصل زي القلقاس زي الزنجبيل. يبقى يا جماعه النبات المتسلق يا اولاد زي مين؟ زي العنب زي الخيار زي البازلاء. اما يا دكتور الكرمات والابصال زي مين؟ زي البصل القلقاس زنجبيل. ركز بقى، بقول لك حضرتك احنا يا اولاد بنزرع القلقاس ازاي؟ مش القلقاسة بتاعت شكل، لا القلقاسة اللي هي في الأرض ده رخمة يا دكتور، ما تقولش ألفا، ما تقولش نكت تاني يا عم. خلاص أنا آسف، حقك عليا يا ابني، فكك يلا، ده أنت عيل قفيل يلا، ما فكك يلا، اضحك كده وخلي الدنيا عسل، يلا خليك عسل كده يلا، أنت عسل. شوف البنت عمالة تضحك إزاي، اضحك أنت كمان يو. خليها يا عم، هي قلش رخمة بس اضحك يا عم عليها، هي المشكلة يعني. طيب قال لك يا دكتور إحنا بنزرع يا أولاد، ده يا دكتور الأرض يا جماعة بتاعتنا، بزرع يا شباب فيها القلقاسة كده بهذا الشكل تمام، يطلع لها أولاد جذور شده. وخلي بالك خلي بالك الاسئله مهمه جدا، يطلع يا دكتور كده جذور شده يا اولاد، جذور. قال لك يا دكتور اسمها جذور شاده، اسم فاعل يا جماعه، يعني بيشد. بيشد مين؟ بيشد يا دكتور الكرمه او القلقاسه الى اسفل،
يعني يا جماعه بقول لها تعالي انزلي في الارض، انزلي في الارض ليه؟ لكي تبقى الساق الارضيه المخزنه على بعد مناسب من سطح التربه. دكتور انت قلت لفظ غريب، ما معنى كلمه ساق ارضيه مخزنه؟ قال لك يا دكتور والله ساق يا جماعه ارضيه مخزنه معناها ولاد الساق اللي تحت سطح الارض، معناها يا جماعه الساق اللي تحت سطح التربه اللي مدفون في الارض، تمام؟ قال لك يا دكتور لو هو مثلا سطحي، لو يا دكتور مثلا شويه هوا جم هيطيروه بالنبته بتاعته او بالبصله بتاعته او باللقاسه بتاعته، لكن يا جماعه لما يتشد في الارض ويعشق في الارض جامد والجذور يا دكتور تتغلغل في الارض ويشد الكرمة الى اسفل، قال لك يا دكتور يبقى مدعم ضد الهواء والرياح والامطار، من الهواء والرياح، الرياح والامطار، خلاص؟ فيا دكتور والله اللي بيحصل يا ولاد تتقلص جذور الكرمة او البصله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا دكتور الجذور اللي في الارض دي يا ولاد هتتقلص، يعني ايه؟ يعني يا دكتور تنقبض فجماعة تشد الكرمة الى اسفل، تتقلص جذور الكرمة او البصل الى اسفل لكي تشد الكرمة او البصل يا جماعة فتهبط الكرمة او البصلة الى اسفل وتظل يا جماعة هذه الساق الارضية المخزنة، يعني يا جماعة الساق اللي تحت سطح الارض دهوت على بعد مناسب من سطح التربة ضد الرياح والامطار، خلاص؟ حلو قوي الكلام ده، زي مين؟ زي البصل، زي القلقاس، زي الزنجبيل. اخيرا يا ولاد على هذه السبورة الجميلة الا وهي الحركة الدورانية السيتوبلازمية، وخلصناها على فكرة. قلنا يا جماعة ان مثال على الحركة الدائبة هي الحركة الدورانية السيتوبلازمية. يعني يا دكتور يعني حضرتك دي خلية، خلاص؟ خلية نباتية يا ولاد، جواها يا دكتور والله جواها شباب، جواها يا جماعة بلاستيدات خضراء بهذا الشكل، بلاستيدات خضراء، بلاستيدات خضراء، وهكذا يا جماعة، بلاستيدات، 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 تمام؟ حلو قوي الكلام ده. قال لك يا دكتور هذه البلاستيدات بتدور يا جماعة في حركة دائرية، دائرية يا جماعة جوه الخلية، حركة يا ولاد دائبة. هيسألك بقى حركة السيتوبلازم مالها دائبة يا دكتور؟ حلو قوي الكلام ده، ماشي؟ ركز بقى. بقول لك يا دكتور ده نبات يا جماعه اسمه نبات الايلوديا، وقلت لك اشمعنى الايلوديا؟ عشان يا جماعه ده هو بلاستيداته كبيره، كبيره الحجم، خلاص كده؟ ويا دكتور السيتوبلازم في اي نبات يا جماعه او في اي خليه نباتيه بتحرك حركه دائبه يا دكتور. حلو قوي الكلام ده، ماشي. يبقى يا جماعه استدلينا، ركز بقى، يمكن الاستدلال يا اولاد على حركه السيتوبلازم من حركه البلاستيدات، ده مهم جدا، هيجي يلخبطك في الاسئله للصبح. يقول لك مثلا يمكن الاستدلال على حركه البلاستيدات من حركة السيتوبلازم، صح ولا غلط؟ غلط يا دكتور، هو اصلا يا جماعه مين اللي بيتحرك؟ السيتوبلازم، وبيحرك معاه البلاستيدات، بيزقها. فيا دكتور انا بستدل على حركه السيتوبلازم الشفاف اللي انا اصلا مش شايفه بحركه مين؟ البلاستيدات، مش العكس. يبقى يا دكتور انا بستدل يا اولاد اللي بيتحرك الاصل هو السيتوبلازم. انا هستدل عليه ازاي؟ هشوف يا دكتور البلاستيدات بتلف، هشوف البلاستيدات بتلف، صح كده؟ هشوف البلاستيدات بتلف. فيا دكتور انا هستدل، هشوف يا اولاد حركة السيتوبلازم ازاي؟ هشوف السيتوبلازم نفسه؟ قال لك لا، مش هتشوفه ده شفاف، هتشوف حضرتك البلاستيدة بتلف. فيا دكتور يمكن الاستدلال ان السيتوبلازم ده بيتحرك عن طريق حركة البلاستيدات في نبات ايه؟ نبات يا جماعة الايلوديا. فيا جماعة ده اهي حركة يا اولاد، حركة دائرة. طيب عندك يا دكتور والله في كتاب الامتحان مراجعة نهائية علاقة اولاد بينية، اقول لك ايه؟ علاقة بين الدعام الفسيولوجي على السين يا اولاد وانسياب السيتوبلازم، يعني يا جماعة الحركة الدورانية السيتوبلازمية على الصودي. يعني الكلام ده يا شباب يعني حضرتك هنغير فين على السين؟ يعني يا جماعه عمال بزود الدعامه الفسيولوجيه، بزود الدعامه الفسيولوجيه، اخبار الحركه السيتوبلازميه ايه؟ السؤال يا اولاد جماعه، هو انا كل ما ازود الدعامه الفسيولوجيه انا بعمل ايه في حجم السيتوبلازم؟ بتزود حجمه يا دكتور؟ حلو. فيا دكتور لما ازود حجمه اخبار الحركه بتاعته ايه؟ تبقى اكتر. فيا دكتور العلاقه البانيه بين الدعامه الفسيولوجيه يا اولاد وبين الانسياب السيتوبلازمي علاقه يا جماعه طرديه، خلاص؟ حلو قوي قوي الكلام ده. طيب بقول لحضرتك بعد كده والله لو هننتقل يا جماعه على الحركه في الانسان عشان ان شاء الله يا جماعه نمهد للسبوره اللي جايه، ان يا دكتور الانسان ده هو بيتحرك ازاي يا ولاد؟ بصوا يا جماعه، الله سبحانه وتعالى خلق الانسان يا شباب في احسن تقويم، خلقك سبحانه وتعالى في احسن تقويم. عشان حضرتك تتحرك ايه اللي بيحصل؟ بتفكر في الحركه في اجزاء من الفيمتو ثانيه، خلاص؟ انا عايز اتحرك، رفعت ايديا، فايه اللي حصل؟ دماغي فكر فايدي اترفعت، تمام؟ حلو قوي. طب وبعدين؟ قال لك يا دكتور لما دماغي فكر وايدي اترفعت انا رفعت ايديا، فايه اللي حصل يا دكتور؟ قال لك يا دكتور والله لما رفعت ايديا العضله اصلا هي اللي رفعت ايديا، عضله كتفي يا دكاتره انقبضت، رفعت العضد، رفع دراعي كله، كويس؟ كويس. ومين اللي حرك العضله؟ قال لك يا دكتور اللي حرك العضله هو سيال عصبي كهرباء من المخ، لسوحه اتحركت انقبضت، تمام؟ فيا جماعه بالترتيب، الفكره جات لي، الفكره جت في دماغي، يحصل ايه؟ يطلع كهرباء منين؟ من الدماغ، صح كده؟ تروح على فين؟ على العضله، سيال عصبي، صح؟ كويس. هذه العضله استقبلت السيال العصبي، تستجيب له ازاي؟ بالحركه، نشوفها ان شاء الله مع بعض، تمام؟ هذه الحركه يا شباب حركت العظام،
فالعظام يا جماعه بواسطه المفاصل، واللي احنا قلنا يا جماعه المفاصل الزلاليه تتحرك. فيا دكاتره، عشان يا جماعه الانسان يتحرك محتاج التآزر او التعاون بين ثلاث اجهزه. ايه هما الجهاز يا اولاد؟ اولا يا جماعه الجهاز العصبي، ده يا دكتور اللي بيطلع الاوامر او السيالات العصبيه من المخ والحبل الشوكي. والسيال العصبي يا جماعه يروح على العضلات، ده يا دكتور اللي بيستقبل السيال العصبي وتستجيب ليه وتتحرك، تنقبض ثم تنبسط. ولما تنقبض يا شباب تحرك العظام اللي هي الجهاز الهيكلي. يبقى يا جماعه يحصل اولاد الحركه بين الثلاثه اجهزه ازاي؟ بالتآزر بين ثلاث اجهزه. الجهاز العصبي اولا، ده يا دكتور صاحب الفكره، يقوم بارسال السيالات العصبيه. الجهاز العضلي عباره عن عضلات تتصل بالعظام تستجيب للسيال العصبي بالحركه انقباض ثم انبساط فتحرك العظام. العظام اللي هو الجهاز الهيكلي، ده دكتور هيكل صلب اللي احنا جماعه قلنا المره اللي فاتت بقى بالتفصيل ووظائفه وكل حاجه انت عارفها بقى ان شاء الله خلاص. اللي هو يا جماعه مثلا مكان الاتصال المناسب للعضلات عادي جدا، عشان يا دكتور ده اللي بتتصل فيه العضلات. كمان يا جماعه عباره عن دعامه للاطراف المتحركه يا دكتور، لان حضرتك الدعامه بتاعتك اسمها يا جماعه الدعامه والحركه. يبقى يا دكتور الدعامه دي خلصناها خلاص، الحركه بقى اللي هناخدها ان شاء الله. فيا دكتور الهيكل العظمي بتاعك بيدعمك. كمان يا اولاد قول حضرتك ان المفاصل تساهم في الحركه يا شباب عن طريق الانقباض بتاع العضلات. يبقى دكتور اجزاء الجسم المختلفه تتحرك ازاي؟ تتحرك يا جماعه بالمفاصل او بالعضلات ثم المفاصل يا شباب. حلو قوي الكلام ده. يبقى دكتور والله عشان تحصل الحركه يا اولاد في الانسان او الحيوان محتاج التآزر بين ثلاث اجهزه، الا وهما الجهاز الهيكلي، الجهاز العصبي، الجهاز العضلي. احنا يا جماعه خلصنا الحمد لله في الحصه دي والحصه اللي فاتت الجهاز الهيكلي يا شباب اللي هو الهيكل العظمي. خلاص كده وخلصنا يا دكتور في ثانيه ثانوي، مش عايزينه بقى دلوقتي خلاص. الجهاز العصبي فاضل يا اولاد الجهاز العضلي، هناخده كمان ان شاء الله في السبوره القادمه. كوبايه الشاي الجميله بتاعتك ويلا بينا عشان نكمل.